سوسو كيسدد كتمر امام المدافعين والمهاجمين كتسترجع الكره كيسترجع الكره او الحكم محمد العلام يعلن عن ضربه جزاء يعلن عن ضربه جزاء على بطاقه صفراء مراد المسن وعمليه تنفيذ من رضوان كروي امام المياغري وجه لوجه فرصه إذن تغيير في النتيجة تقدم للنادي القنيطري شوفوا الإعادة كرة كانت في الجهة اليسرى ديال الحارس نادر المياغري افتح افتح كيرفع كرة دائرية كرة عالية البحث عن راسية راسية هدف التعادل من كانت غادي نشوفوا الإعادة لمن كانت الراسية افتح لعب الكرة وراسية كانت من الحواصي او من احد المدافعين شوفوا اذا كان ممكن نوقفوا اللقطة نعرفوا مسجل الهدف اظن لعب الحواصي